بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم اليوم هذه اللقطة الرائعة من غرب أستراليا للكسوف الحلقي على شكل حلقة، وهو كسوف يعتبر من أنواع الكسوف الجزئي، حيث يقع القمر بين الأرض وبين الشمس. انظروا أيها الأحبة كيف تظهر هذه الشمس بطريقة رائعة. هنا طبعا نتحدث هنا أيها الأحبة، هذا هو قرص الشمس يظهر من بين الغيوم. ولكن لماذا لا تظهر الشمس كاملة؟ السبب في ذلك أن القمر يقع مقابل الشمس. انظروا أيها الأحبة، هذا هو قرص الشمس، وهنا في الوسط هذا القمر. طبعا لا يرى، نحن لا نرى القمر بسبب شدة الأشعة الضوئية الممتلقة من الشمس. نرى هذه الحلقة من النار، هذه الحلقة، ولكن هذه هي الشمس حقيقة، وهذا هو القمر. يحجب معظم ضوء الشمس ويظهر فقط، تظهر هذه الحلقة، وهذا طبعا بالتصوير، تم تسريع التصوير أيها الأحبة. الحقيقة لقطة رائعة جدا وظاهرة كونية كانت ترعب الناس في الماضي. يعني كان الناس عندما ينظرون إلى كسوف الشمس يخافون جدا، فلذلك عبر آلاف السنين ظهرت الكثير من الأساطير وبنيت الكثير من الخرافات حول هذا الكسوف. كانوا يعتقدون أن هناك آلهة هي التي تتحكم بهذا الأمر، ويطلقون مثلا في الصين كانوا يضربون بالطبول ويقرعون الطبول لإخافة التنين الذي جاء ليبتلع الشمس. الشمس يعتبرونها أيضا آلهة، فجاء التنين ليبتلعها فيخيفونه حتى تنجلي الشمس وتعود وتظهر من جديد، فيعتقد الناس أن التنين خاف وهرب. طبعا هذا الكلام مضحك اليوم، يعني بالنسبة لنا نحن نضحك على مثل هذا الكلام، ولكن هذا قبل آلاف السنين كان تفسير علمي مقبول بالنسبة لهم. بالنسبة للعرب أيها الأحبة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدون أن الكسوف هو علامة لموت إنسان عظيم. عندما تنكسف الشمس وبالصدفة يموت إنسان، يربطون بين موت هذا الإنسان وبين ماذا؟ كسوف الشمس. طبعا سبحان الله، حدث هذا الكسوف في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، والحقيقة تم إثباته يعني مؤخرا. هذا الكسوف أيها الأحبة الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كسوفا كليا، أن الشمس اختفت تماما وتحولت الأرض إلى ظلام دامس في وسط يعني عند الظهيرة، فالناس خافوا. وفي نفس اليوم يعني تصادف مع موت ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه طفل صغير جدا، أشهر يعني، مات. متى مات؟ يوم الكسوف. اندفع الناس بثقافتهم التي يعني تعودوا عليها، وقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وهذه طبعا أحبتي في الله فرصة، أنا أخاطب المشككين الآن، هذه فرصة ذهبية لأي ديكتاتور، لأي كذاب، لأي ساحر، لأي إنسان مغرور بنفسه يريد أن يصنع شيئا لنفسه شهرة. فرصة ذهبية جاءت، الناس يقولون انظروا الشمس انكسفت، وهي والشمس شيء كبير كانوا ينظرون إليها كآلهة، يعني انكسفت لموت إبراهيم. معنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته،
وها هي الشمس تنكسف من أجل موت ابنه، حزنت الشمس على موت ابنه، معنى ذلك أنه صادق. أي دكتاتور في العالم سيفرح بهذا الخبر ويروج له ويساعد على ترويجه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. عندما سمع هذا القول، هذا القول لا يرضي النبي، لأنه نبي صادق همه إخراج الناس من الخرافات. يأتوه بخرافة جديدة، جمعهم وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. سبحان الله، حياة النبي أيها الأحبة كلها مرتبطة بالله عز وجل، في أذكاره، في حياته، في اعتقاده، في كل لحظة كان يذكر الله سبحانه وتعالى. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وافزعوا إلى الصلاة. أي لا تنظروا، انصرفوا، اشغلوا أوقاتكم بالصلاة وذكر الله ريثما تنجلي الشمس، لأن الشمس في حالة الكسوف أيها الأحبة تطلق أشعة فوق بنفسجية حارقة تحرق يعني العين، ومن ينظر إلى الشمس لحظة الكسوف يمكن أن يصاب بالعمى المؤقت بالإضافة لمشاكل كثيرة يعني تحدث لديه. طيب، النبي هنا ماذا فعل؟ دمر الخرافات والأساطير، قال لهم أنا رجل لست لا أصدق هذه الخرافات أولا، ولم آتي لأروج للأساطير، أنا رجل علم، الشمس والقمر آيتان ظاهرتان طبيعيتان، آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. يعني انتبهوا أيها الناس، أنا أريد أن أصحح لكم المعتقدات وأن تبنوا إيمانكم على أساس علمي. الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. طيب بالله عليكم، أليس هذا الكلام دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ دليل قوي جدا أيها الأحبة. يعني أنا أتمنى من المشككين والملحدين أن يفسروا لنا هذا الحديث، لن يستطيعوا أبدا. لذلك أيها الأحبة، والله هذا النبي يستحق أن يكون كما وصفه الله تبارك وتعالى عندما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.